السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ارتفاع الدولار والنفط اتجاه لرفع أسعار البنزين في مصر في مطلع شهر أبريل القادم، قال مصدر حكومي أن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثاني من العام الحالي أبريل يونيو في بداية الشهر المقبل. وبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية والتي تتجاوز حاجز $110 للبرميل حاليا لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية، تمهيدا لعرض القرار وزيري البترول والمالية على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديد. وتوقع المصدر زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الربع القادم نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر الصرف. وذكر التقرير يتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، حيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي من في مارس الحالي لاسترشاد به، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه. وأشار المصدر إلى أن قرار اللجنة سيكون متوافقا مع قرار رئيس الوزراء بألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد وأصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم آلية على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، وتسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج حسب التغير في عناصر التكلفة، ولكن بحد أقصى 10% كل 3 أشهر، مما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. ورفعت اللجنة تسعير المواد البترولية خلال فبراير الماضي أسعار البنزين في المرة الرابعة على التوالي بنحو 25 قرش، ليصل سعر بنزين 87.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 8.50 جنيه و95 إلى 9.5 جنيه للتر. وقررت اللجنة خلال فبراير الماضي تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر. وقدرت وزارة المالية متوسط سعر البرميل الخام برنت $60 خلال العام الحالي وفقا لما أظهرت البيان المالي للموازنة العامة العام الجديد 2021-2022 مقابل $61 كمتوسط سعر البرميل الخام برنت خلال العام الماضي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.